أهلا بكم. في اليوم 48 للغزو الروسي لأوكرانيا تتواصل العمليات العسكرية في أكثر من بقعة من البلاد، حيث أكدت السلطات الأوكرانية أنها تحقق في هجوم روسي محتمل بالأسلحة الكيميائية على مدينة ماريوبول، وذلك بعد أن اتهم مجلس المدينة القوات الروسية بقصف المدينة بمادة سامة مجهولة. في غضون ذلك تواصل روسيا تعزيز قواتها في إقليم دونباس، حيث أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن موسكو أكملت تعزيزاتها العسكرية استعدادا لهجوم جديد على دونباس. وفي إطار الغارات الروسية المتواصلة، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن سلاح الجو الروسي دمر مركز قيادة محصنا للقوات الأوكرانية في مقاطعة دونيتسك. أما في خاركيف، كبرى مدن الشمال الشرقي، أعلنت الإدارة الإقليمية في المدينة مقتل 11 مدنيا بينهم طفل وإصابة 14 آخرين جراء القصف الروسي. والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.